تفضلت صاحبة سمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم أعمال مؤتمر المرأة في القطاع المالي والمصرفي قيادة التغيير الذي نظمه مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وفي بداية المؤتمر ألقى سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي كلمة أعرب فيها عن شكره لصاحبة السمو الملكي على تخصيص يوم المرأة البحرينية لعام 2015 للاحتفاء بالعاملات في القطاع المالي والمصرفي. وتفضلت سموها برعاية المؤتمر، كما أشاد المعراج بعمل المجلس الأعلى للمرأة والجهود التي يبذلها لتمكين المرأة البحرينية وتنمية قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي. ودعا محافظ مصرف البحرين المركزي القائمين على مجالس إدارات المؤسسات المالية لترسيخ مفاهيم هذه الثقافة في مؤسساتهم واتخاذ الخطوات العملية لفتح المجال أمام المرأة العاملة المؤهلة في أخذ مواقعها الطبيعية في قيادة العمل المصرفي والمالي والعمل على توفير البيئة المناسبة لزيادة نسبة العاملات في هذا القطاع. وفي كلمة لها خلال المؤتمر أوجزت سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عددا من النقاط التي جاءت إما كملاحظات أو استنتاجات أو فرضيات نتجت عن مشروع نفذه المجلس الأعلى للمرأة بشراكة مع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، واستغرق العمل عليه نحو 9 أشهر متصلة تولت عملية تنفيذه من أجل الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص بعد تجربة تطبيقه في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن هذا المشروع ساهم في إعادة النظر في طبيعة الدعم الذي يجب أن يقدم لمؤسسات القطاع لوضع الأنظمة المناسبة لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في القطاع الخاص. وقد تم ذلك بحكم التواصل والتشاور المباشر مع مسؤولي القطاع على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم، وتم التوصل إلى نتيجة تتلخص في ضرورة أن يتناسب النظام أو نموذج العمل مع ما هو متاح لدى المؤسسات من أنظمة والبناء عليها بشرط إيجاد البنية التحتية اللازمة لذلك. وأوضحت الأمين العام للمجلس أن البحرين لا تبتعد كثيرا عن النسب العالمية فيما يتعلق بتناقص حضور المرأة العاملة في القطاع عند الصعود إلى قمة الهرم، مؤكدة أن هناك قناعة تامة بين أغلب قيادي القطاع بأن عدم قدرة المرأة من الوصول إلى فرص متكافئة للتقدم والرقي تعني هدرا كبيرا للموارد التي تخصص لتدريب وبناء قدرات العاملات وتضحية بمساهماتهن في دعم نجاح تلك المؤسسات. بعد ذلك ألقت الرئيس التنفيذي لمراجعة ديفيس للنساء في مجالس الإدارات بالمملكة المتحدة السيدة دينيس ويلسون كلمة تحدثت خلالها عن العمل الذي قامت به ديفيس مع 350 مؤسسة مالية بريطانية وكيف تمكنت من رفع تمثيل المرأة في مجلس إدارة معظم تلك المؤسسات إلى أكثر من 25%، فيما تحدثت الرئيس العالمي للتنوع والإدماج لدى مجموعة دويشته بنك السيدة جولابتينسن عن تجربة البنك في تمكين المرأة في فروعه المنتشرة حول العالم. وعقب الجلسة الافتتاحية وصل مؤتمر المرأة في القطاع المالي والمصرفي قيادة التغيير أعماله بعقد جلسات في عدة موضوعات أبرزها العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل المرأة في القطاع المالي وقيادة التحول وقدرة المرأة على الاستدامة والتنافسية في القطاع المالي والمصرفي. لم تتردد المرأة البحرينية بأن تكون شريكا فاعلا في تطوير القطاع المالي والمصرفي وأن تبني بسواعدها جدار التنمية والتطور، مما أسهم بشكل فاعل في جعل البحرين مركزا ماليا رائدا في المنطقة. واليوم وعلى مدار عام كامل من العمل الدؤوب والجهود المتضافرة يحتفل المجلس الأعلى للمرأة مع شركائه المعنيين بتتويج إنجازات المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي. يعمل في القطاع المصرفي حوالي 14,000 موظف وموظفة، ثلثهم تقريبا من النساء. عندنا امرأتين على رأس مؤسسات مالية، رئيسات مجلس إدارة، ونتمنى أن يزيد عدد النساء في مراكز صنع القرار في القطاع. المرأة أخذت حيز جيد في القطاع المصرفي البحريني، وأكثرهم موجودين في القيادات المتوسطة اللي أنا بالنسبة لي أهم من القيادة العليا، لأن شريان المصارف هي السكند تير اللي هي القيادة الثانية أو الصف الثاني في المؤسسات. فالحمد لله أخذت يعني
إنجازات كثيرة، وأخذت كذلك جميع القطاعات، وهناك بعض القطاعات داخل المصارف أظن المرأة تفوقت فيها. المرأة أخذت حيز جيد في القطاع المالي، وخصوصا في الوظائف الإدارية والإشرافية. وصولها إلى المراكز الأعلى في هذا القطاع يحتاج أيضا إلى تكاتف الجهود. عناوين رئيسة حملتها جلسات المؤتمر ركزت في مجملها على قيادة التغيير والعوامل المؤثرة في تحديد مستقبل المرأة في القطاع المالي والمصرفي من جهة، أما قيادة التحول فكان لها نصيب من النقاش، فيما ركزت إحدى حلقات النقاش على قدرة المرأة على الاستدامة والتنافسية في القطاع المالي والمصرفي. المرأة البحرينية باعتقادي متقدمة أكثر من غيرها، مش بس في الخليج، في العالم العربي كله. إحنا كقياديين في القطاع الخاص لازم نوفر فرص أكثر للنساء. أنا لا أؤيد يعني تفضيل حد على حد، ولكن الفرص لازم تعطى. هناك تطور، وهناك اهتمام المصرف المركزي بأن المرأة ترتقي أكثر، وهناك سياسات داخلية وضعها البنك المركزي لتطبقها المؤسسات العاملة في القطاع. أكثر من 50 عاما وعطاء المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي لا ينضب، مسيرتها معطرة بالإنجازات، تسير بخطى واثقة نحو الأمام لتكون دائما في الصدارة. قيادة التغيير ليس بالأمر السهل، لكن المرأة البحرينية استطاعت أن تحدث هذا التغيير وأن تكون في الصدارة خلال السنوات الماضية في القطاع المالي والمصرفي. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي. بداية مساء الخير سعادة السيد المعراج، ما أهم ما ورد في مؤتمر المرأة في القطاع المالي والمصرفي، والذي جاء كذلك تحت عنوان فرع قيادة التغيير؟ مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم، ويسعدني أن أكون معكم حول تغطية أخبارية اللي تمت عن مؤتمر صباح هذا اليوم. تشرفنا صباح هذا اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للمرأة، حيث تضمن المؤتمر عدة ندوات بمشاركة من خبرات محلية وخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب التي تم استعراضها خلال هذا المؤتمر. وتناول المؤتمر الأفضل السبل والممارسات لزيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي وفتح المجال لها لتبوأ مناصب قيادية. من الملاحظ أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع المالي في حدود 32%، وهي نعتبر أن نسبة قابلة للارتفاع بسبب وجود الكفاءات المؤهلة في الواقع للدخول في القطاع المالي. وقدر الحديث في الواقع بشكل ملخص على كيفية إيجاد المناخ والبيئة المناسبة لزيادة مشاركة النساء في هذا القطاع، بالإضافة طبعا إلى رفع من مستوى مساهمة النساء في المناصب القيادية في مناصب الرئيس التنفيذي أو في عضويات مجالس الإدارة. وعلى هذا الأساس دار كثير من النقاش في الواقع على أهمية إنشاء مثلا لجان تكافؤ الفرص، اتخاذ خطوات عملية في الواقع لضمان سلامة الممارسات والتطبيقات لتمكين المرأة في هذه المناصب. نعم. وهذا يستدعي منك كذلك الوقوف بشكل جاد على أهمية توفير التدريب وبناء القدرات الفنية بشكل منهجي، على أساس أنه يكون لدينا تأهيل مناسب لدخول المرأة في هذه المواقع وإمكانية يعني تبوئها مناصب أكثر، خاصة في عضوية مجالس الإدارة. سعادة السيد المعراج، يعني كيف ترون نسبة 32% كما ذكرتم، وهي نسبة تواجد النساء في هذا القطاع المصرفي الهام بالنسبة لمملكة البحرين، وما هي التوصيات التي خرج بها المؤتمر لزيادة هذه النسبة وكذلك لكي تتبوأ المرأة مناصب أعلى في القطاع المصرفي الهام بالنسبة لمملكة البحرين؟ والله يعني هذه النسبة قابلة طبعا للارتفاع لسبب بسيط، ولأنه نحن لدينا يعني مجموعة من الكفاءات النسائية المؤهلة في هذا القطاع، يعني وإحنا خلال هذا العام أجرينا العديد من الندوات وحلقات النقاش واللقاء مع يعني النساء العاملات في هذا المجال،
واكتشفنا أن هناك الكثير من الإمكانيات المتاحة لدى هذه الفئة التي بالفعل يجب أن نستقلها ويجب أن نستفيد منها، ومن أجل أول شيء رفع نسبة المشاركة في المناصب القيادية. يعني هو الملاحظ بشكل واضح أنه مستوى المناصب القيادية التي تتبوعها المرأة محدود جدا، وهذا في الواقع يترك أمامنا تحدي كبير للفترة القادمة من أجل يعني الدفع بهذا الاتجاه لجعل المرأة تتبوى مواقع أكبر في هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب. وهذا يستدعي تعاون من قبل مجالس إدارات المؤسسات المالية لاتخاذ الخطوات الفعلية والعملية باتجاه هل من توصيات محددة في هذا شأن ساعة السيدة شيرين؟ طبعا احنا الآن نراجع مسألة إنشاء لجان تكافؤ الفرص، وهذا طبعا بيعطينا مجال بأن احنا نضع من أسلوب ممنهج لمعالجة أي خلل كان في السابق، ونأمل أن نكون يعني لدينا من الاطلاع على الخبرات العالمية. ولهذا السبب كان اليوم موجود مجموعة من النساء القياديات في المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من تلك التجارب، من أجل أن احنا نمشي باتجاه يعني علمي ومدروس وممنهج. سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لكم.